خير تركي، شو صاير؟ معلم، صار مع حضرة المدعية صدمة نفسية صغيرة، وحسب ما قالوا الدكاترة السبب هو الأحداث اللي عاشتها ورا بعضها. وشو رح يصير؟ ولا شي، رح تكمل حياتها مثل ما نحن عايشين. هذا طبيعي معلم، هذا مرض الطبقة الوسطى الطبيعي. تريد يعيدون الفحوصات مرة ثانية؟ حاضر دكتور. شو صاير مع السمينة؟ ما صاير فيني شي، بس هذا السمين اللي جابني لهون. عم تروحوا على كيفكن، بارات ومطاعم، وما عم تخبروا حدا وين رايحين. طبعا رح يصير هيك اخي، اذا راحت على دورة خياطة رح يصير معها نفس الشي. ما بتريح حالها، ما بترتاح. شو قصدك اني ارتاح؟ نام يعني؟ ايه، مراد بدي طالعني من هون. لوين بدك يعني اخدك؟ لعند اهلك. هذا المكان مثل بيتنا، وهلا ببعت على امي وبخليها تجي. دخلوه على العمليات. يعني رح يعيش؟ ايه رح يعيش. صحة وهنا. فيني افهم ليش حابسيني هون؟ حتى ما يقتلك قرصاي لا سمح الله. هدول ما بيقدروا يعملوا معي شي. ليش؟ معك حجاب شي ولا ما بيأثر فيك رصاص؟ المافيا هي اللي بتأمن بهيك شغلات. معناتها انت ما بتأمن بشي ابدا. ميماتي باش، ما رح احكي معك بالدين وناقشك. ماشي، نحكي بالسياسة اذا بيعجبك هالشي. هذا إرصاي شو كان بده منك؟ قال إرصاي بده شكل مجلس، وبده مني انضم له. مجلس شو؟ الحقيقة ما كان فيني شي، والسهرة كانت حلوة. كان راسي عم يفتل وقت كنا جوا عم نحكي، بس فكرت من التعب. لما طلعت لبرا حسيت حالي تجمدت. صار حكيتي لنا هالقصة 20 مرة. تركي ابني، ليلى حبيبتي عم تحكي لي إلي. يعني عم قول انه ما تعاند وتنم لها شوي يا امي، شلون ما كان انت هلا جنبها. انت بدك تروح؟ ايه بدي روح. حبيبتي ايمتى ما بدك تقيلي؟ الصبح برجع لعندك، رح ابقى جنبك بكره. بكره انا رايحه على العدليه، ما رح اقضي نهاري هون. حبيبتي انت لازم تسمعي حكي الدكاتره شو ما قالوا لك، هنن القضاة هون يا عمري. يلا يا روحي. وأنا بمر الصبح. مراد بدي أقول لك شغلة قبل. إذا بتحكي مع ياشين بدي أزعل منك. شو يعني قرار قضائي؟ ما رح تحكي معه، وعدني. ليش بقى خير؟ ما بحب هيك شغلات وخلص. وشو هالشغلات؟ ماشي، روح احكي معه إذا بدك. ماشي، رح اخذ ياشيم على مطعم بيتزا، بتكون البنت جاعت هلا. سم الموت. سمينة انت مريضة؟ شوف انا تعبانة، خلص وعدني. ايه خلصينا بقى نامي. عم قلك وعدني. ماشي، ما في بيتزا، بوصلها على بيتها وبس. شو مانك جاي؟ بلا جاي. ياشيم؟ انا برأيي بدل ما تضلي عندي بكرة قبل الليلة. الله يخليكي. ماشي، بروح بغير تيابي وبرجع. ليش شبونا تيابك؟ خليكي بهالتياب، ما في أي مشكلة.
طيب يلا بخاطركم. اختي ليش هيك صار بالبنت؟ طبيعي يمي، منيح انها اجت على هيك وخلص، حوادث كتيرة ورا بعضها. يمكن لازم تاخذ لها اجازة وترتاح شوي. ليش هي بتفهم بالحكي؟ هلا انا شو بدي اعمل فيكن ها؟ شو بعمل؟ قلي لشوف. سوسة وين خالي؟ قوصنا رصاصتين وبس. معقول تأمر بقواص رصاصتين من دون علم خالي؟ شو بعمل خالي؟ الناس قاعدة للصبح دانس 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 عم تنبسط، نحن هيك مننبسط. يعني هلأ نجدة تعمل هاي الشغلة بدون علمك جوهر أفندي؟ ليكو قدامك اسأله بوشه. خير ليش لا اسأله بوشه بقى؟ وشك هو اللي عم يحكي، عم يقول ما بحب خالي وأنا قاتل ومجرم وسفاح. معناتها وشي عم يكذب خالي. هلا بسلخ لك هالوش بايدي وبتبقى بلا هالخلقه هي جوهر. قلبي اوصر صاصال وقدام مين؟ قدام حضره المدعيه. هيك احسن خالي، حضره المدعيه يمكن تسكر له محله. ولك نجدات احلف لي يمين ان شاء الله ما بتمرق لقمه اكل من بلعومك هات، واحلف لي يمين انه ما بتشرب نقطة سيروم بحياتك، انه جوهر ما اله خبر بهاي الشغلة لا من قريب ولا من بعيد. الله لا يقدر خالي، اذا ما اكلت بموت. ايه انا قلت له يقوص، بس انت ما بتعرف شو قال هذا مراد الندر يلي كان جوا. أنا ما بيهمني شو قال مراد تبع البار على بعضه. اللي بقول لك يا أنا بس هو اللي بتعمله جوهر. جوهر شو بتفرق إذا تعست على كلمتي ولا تعست على جسمي ها؟ تعا تعس يلا 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 تعا 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 رجوف تعا 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 تعسوا يلا روحوا لأقول كل شيء ينفعكم بها الحياة ما حاجتكم عاملين لي مثل فزعات حد مزارع القمح. يلا خلي عندكم رحمة، روحوا ساعدوا عيالات هدول اللي قوصتوهن. لو ميتين بنعمل هيك خالي، بس هنن عايشين ليش لنساعد رجاله لهالنصاب مراد؟ جوهر ليك بلشت تدعس كلامي وتعرضني، لا تخليني اكلك بلا ملح وانزع لك ال... واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة عشرة. يا كثير هيك زعلت خالي؟ صار فارمين حميد بتعرفه؟ يعني مات بالمستشفى قاطعين له ايده. هالشي مقابل ابن اخذ الفقار ما هيك؟ اللي صار اهانة كبيرة الي ولا لحميد؟ اثنيناتكم سوا. بكرة بدي روح لعند حميد وقل له اني واقف جنبه. وشلون بدك تطلع؟ بطلع مثل ما بيطلعوا الكل، شغلة سهلة بقطع اصبعي وهن بياخذوني مشان يخيطوا لي. حميد صار عاجز ما بيصير يمثلك بقى، مين بدك تحط محله؟ رح احط واحد ما حدا بالعالم بيقدر يقطع له ايده. ماتي شو عملتو؟ معلم دوماس باجلر عم يقول انه اورسايو عم يشكل مجلس، بعتين له منشان ينضم له، وواضح انه كان بدهم يانا نقتله لانه ما رضي ينضم لهم. يسلموا. ومن وين طلعت قصة المجلس؟ يا معلم ما عم نقدر نقنع ليلى صديقتنا.
رح يصير إرصوي بلوة كبيرة. اليوم مجلس وبكرة الله عليم شو. لو تحكي أنت مع البنت معلم، خليها تستدعي إرصوي للإفادة ونعكم نخلص منه. طيب غيره مين رح يشارك؟ هو منين بده يعرف معلم؟ بدي اتصل بألبير قل له بدي اشوفه بأقصى سرعة. ماشي معلم. مدير السجن رح يخليك تقابل المدير بالسر، وسجلاتنا بالدخلة والطلعة من السجن رح يحلها. هو مضطر انه يحلها، وإلا رح ينحرق فيها هو ورح ينحرق مدير الدرك كمان. ما في علاقة بين إرصوي ومدير الدرك؟ معلم حتى لو في ما عادت مثل الأول، في متابعة شديدة. بس ليش لا يرضى يساعدك مدير الأمن المسجون؟ شو بيقدر يعطيك هذا الزلمة؟ أنا بحثت بملفه، ما بيطالعوا شو ما عمل. الزلمة بيعرف هالشي وعم بيحط كل الاحتمالات معنا، ونحنا بدنا نزيد زهرنا ونشوف شو رح يجينا. تعي هيك تعي خب. ألو حميد ابني، وينك انت؟ امي انا زلفو. اي زلفو هاد؟ كم زلفو طعميتي دبس ومربى بالزمانات وداويتي له جروحه. تسلم لي يا ابني ويسلم هالصوت الحلو. قل لي حميد معك يا ابني؟ لا امي، انا بقول له يتصل فيكي. خير صاير له شي لحميد؟ لا امي، شو خطر عبالك؟ عندي قلب امه بيعرف صاير شي لحميد. أنا جاي دغري على اسطنبول. أمي طولي بالك. ليك بدك تيجي وتاخدني زلفو؟ أنت ما بتعرفي شي هون، شو إلك شغل باسطنبول؟ لهيك قلت لك تلاقيني وتساعدني ابني. اليوم رح أركب الطيارة وأجي، تيجي بتاخدني. شكرا كثير سيادة المدير. شرفت. معلم، بعد شوي بيجي. أنا وسيادة المدير برا. يعطيكم العافية. تفضل. نروح شو بده مني مدير السجن.
شو رح يطلب؟ شوف لي لشوف، عرفتي عليها تنصت؟ انت بتفهمني؟ اذا ما في تنصت على السجن اللي عشو بده يكون؟ لازم امتنا تتعلم كيف تمسك لسانها بالوقت اللازم، بس مستحيل هيك طبعا. مستعدين الناس يحكوا مع حالهم وما يسكتوا. الناس بيسألوا شلون لازم توقف التعذيب، مشان هيك طلعوا بشيء اسمه حقوق الإنسان. تفضل استنى هون شوي. ماشي. عمو في ضيف جاي لعندك، تفضل. تفضل استاذ، تفضل. نهاد جيب شاي. حاضر يا معلم. شو مين اجا؟ ما بعرف اخي. وانت شلون بتدخل واحد ما بتعرفه لعند المعلم ميماتي؟ اخي لانه بعتينه من فوق. ابني انت شلون بدك تصير مافيا؟ المافيوزي بيكون عنده فضول كتير، بيكونوا ادانيه مفتوحين على الاخير. ايه ابني قلي، مين اجا لعند معلمك ميماتي؟ محامي مين؟ ما كان لازم تدخلوه قبل ما تعرف محامي مين. هذا اكيد محامي ارسوي. ومنين عرفت هذا الشيء؟ وليش ليقابل المعلم ميماتي محامي غير هذا الزلمة؟ ارسوي قلوبي عم ينتظر اخلاء السبيل. وشلون بدهم يطلقوا سراحه؟ قال نتيجة الاعتراض بنتقل الملف لقاضي تاني، وقال هذاك القاضي رح يطلق سراحه. قال 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 امتى رح يطلقوا سراحه لهالزلمة؟ الاجراءات بالعدلية بطيئة مثل جماعة المافيا. اطلاق سراحك حاليا مستحيل، بس حكيت بشغلة المستشفى، بقدر طلعك على المستشفى ورح اضغط مشان تدخل على المستشفى تبعي. انا كمان اذا حاول بطلع على المستشفى. اضغط علي شوية تاني لابعتك مباشرة على البراد. اساسا مو معروفة دخلتي لهون ولا معروفة طلعتي، وراح يضطروا يقولوا انه انتحر. ارسوي راح يأسس مجلس. ايه قديمة بنعرفها، مين ما دخل يدخل، بس اذا بيدخل شخص واحد تنتهوا. مين؟ هاشم اغا، عشيرته كبيرة كتير ومرتبطين بالمعلم تبعهم، وقفوا مع المعلم تبعهم مع الدولة ضد المنظمة، ومكانتهم كبيرة كتير بالدولة. واحد وقف مع الدولة بيدخل تحت أمر إرسوي؟ إرسوي ما بعرف بشو ممكن يقعدوا. إذا كان عنده أغراءات منيحة وعليها القيمة، ليش لحتى ما يدخل؟ بدي غرفة خاصة، وما بدي حدا بالكوريدور أو واقف على الباب. تتأمن طلعتي ودخلتي على المشفى عند اللزوم ومن دون مشاكل، وما بسمح يعينني دكتور غير من القائمة اللي بعطيك اياها. هاي الشروط اللي عندي. موافق على الغرفة الخاصة، بس انسالي الكوريدور وانسالي قائمة الدكاترة، وما بتطلع من المستشفى غير للضرورة ومع رجالي. اذا بيناسبك قل لي. دخيل هالوش ما أحلى، مانك متغير علي أبدا. هاي المدينة ختيارتنا يا أمي. لا لا ما شاء الله، بس ابني حلف لي يمين إنه حميد عايش. صدقيني عايش. الحمد والشكر إلك يا رب. قلبي عصني يا ابني، بالعادة كل جمعة بيتصل، لما ما اتصل قلت يمكن يكون صاير شي لحميد. ان شاء الله بتنقلق عين كل مين بيطلع على حميد تطليعه مو منيحه، وتنكسر كل ايد بتنمد عليه.
معلم واخيرا فرجت. ليش وصاير؟ اخيرا رح يخلو سبيل ارصاي. ومنين عرفت؟ ونحن عنا كم شخص منلتقي فيهم مو بس انت. معلم ما يكون محامي ارصاي عم بيكذب عليك. معقول بيخون الموكل تبعه؟ بيكذب وعلي؟ انت شو عم تحكي؟ معلم شو وين كنت؟ رحت شوي على السجن. رحت لتقابل ارصاي؟ لا قابلت مدير الامن. هذا مو شغل معلم. لبين ما تخلص من مدير الامن كنا قتلنا ارصاي من زمان. السلام عليكم يا رجال. وعليكم السلام، كيفك بابا ممدوح؟ اهلين وسهلين. شوفتكم بتسر القلب والله. تفضل. شباب جيبوا لنا قهوة. شو عم تعملوا؟ شلون أوضاعكم؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله منيحة. الحمد لله بابا ممدوح. أنت شلونك؟ شلون باران معك؟ عم بدعي لك كل يوم يا ابني. لو شايف هالشي بالمنام ما بصدق. أنت غيرته كتير. نقلب كله، صاير عم يحترم أمه وعم يحترمني إلي وشغيل كتير. هذا طلبنا. خير أخي مراد، شو في؟ خير ممدوح أغا، مرة تانية إجا شغلنا معك. بشو هالحكي؟ أنت بتأمر أمر. أستغفر الله. بس قلت لحالي أكيد ممدوح أغا بيعرفه وبيجمعني معه وبيقدر يقنعه منشان يوقف جنبنا. هو شيخ عشيرة كبيرة. بعرف تقريبا كل الشيوخ العشائر. ومين اللي بدك اياه وقف جنبك؟ هاشم أغا. هاشم نورشين؟ تعرفه؟ انت عم تتمسخر علي يا مراد علمدار؟ في مشكلة معه؟ من سنين طويلة في بيننا وبينه مشاكل. شو ما بتعرف؟ ما بتسمع؟ لا والله ما عندي فكرة. انا ما بوقف معهم لهدول الناس ولا بقبل اني اشوفهم معك. اذا بتجيب نورشين لعندك لهون يكون بعلمك يا مراد انه انا رح صير ضدك. بابا ممدوح لحظة وقف. ما عاد في داعي استنى، انا قلت لك كلمتي. عملت شي للبنت؟ لا يا أغا. عم بسألك بتجاوبني؟ بحلف لك يمين ما عملت إلا شي. أنت شلون بتخطف البنت يا غبي؟ لك أنا أخذت هذا السلاح من الدولة مشان حارب فيه قطاع الطرق، ما أخذته حتى رجالي ينقلبوا قطاع طرق يخطفوا البنات. أغا نحن منحب بعضنا. منين طلع لنا هذا الحب؟ إذا أنا سمحت لك تحب فيك تحب، وإذا بقول لك ما فيك تحب ما بتحب. مثل ما بتأمر يا أغا. بعته للبنت. قل لي لمست البنت ولا ما لمستها؟ يا أغا بشرفي ما لمستها أبدا. بنتي هذا الخاين الغبي عمل لك شيء؟ بنتي أنا كمان أبوكي، احكي لي. لا أغا. شو قالت؟ ما عم تحكي؟ عم تقول لا. طالعي صوتك بنتي سمعينا. لا أغا. اطلعي بنتي نادولي أبوها. لأنه أعدائنا ما بيكفونا، رحت خطفت بنت هاي العيلة حتى يزيدوا أعدائنا. سامحني يا أغا. هذا المسؤول عن كل شيء صار. بدك بعطيك إياه وإنت اللي بتعاقبه. بدك أنا يلي بعاقبه، بس حسب ما قالت بنتك قدامي وحسب ما قال لي هذا الخاين
انه شرف بنتك ما تدنس. اذا بدك منجوزهم مثل ما بتأمروا اغا. انا بأمر بكل شيء، بس الامر ما بينفرض على الشرف، ما بريد كمان انه ينسفك دم. انت بتفرض عقوبته مثل ما قلت، بلا ما ينسفك دم. انا ما بقدر عاقب زلمتك لاني ماني قدر، القرار الك. خلص لكان من اليوم ورايح بنتك رح تكون بنتنا، نحن رح نعمل عرسة. وبالنسبة لهذا الغبي بدي خليه عبرة للكل، حتى ما حدا يتجرأ ويطلع عن كلمتي من باقي رجالي. لا عاد بقى تخليني شوف خلقتك، ولا بتسلم على اي حدا بسلم عليه. هذا الواطي ما عاد من عنا، بتخبره الكل هالحكي. شيلوا هالوسخة. شفتي ليك قدرتي تشدي حالك وتتنشطي بليلة واحدة؟ إذا بترتاحي شوي تاني ما بيبقى فيكي شيء أبدا. عم تحكي مزبوط ماما نازك، عم عاند كتير. انتي عم تعاندي كتير يا عمري، منيح انك صبية، حتى الصبايا ما بيقدروا يتحملوا هيك حمل لك عمري، بس بالمستقبل رح تتحملي النتائج. ماشي، باخد استراحة صحية وببقى كم يوم بالمشفى وبعدين بروح لعندكن. سمعت ابني حكمات عم تقول ليلى رح تاخد اجازة؟ منيح كتير، ما خرجت تروح على الشغل. شو صاير اخي حكمات، صاير شي؟ شو بده يصير، تبهدلتي، نقيتي الا بدك تروحي على البار. خدي خدي اري قضاة ومدعون عامون اطلق عليهم النار في البار، بين الذين تم اطلاق النار عليهم ليلة امس في ذلك البار المدعية العامة ذات الصلاحيات الخاصة ليلى تركمان، وكان معها القاضية بيلسان الطنطاش والمدعي العام فريد ينمز. والمدهش أيضا هو وجود الكثير من الوجوه من عالم تحت الأرض في البار في تلك الليلة. غادرت ليلى تركمان البار بعد أن تناولت الطعام والشراب ودون أن تدفع الحساب، ولكنها واجهت مفاجأة غير سارة، حيث تم إطلاق النار على اثنين من المسؤولين عن حماية البار. هدول بلا شرف، كان تتر أوغلو هنيك وبنته كمان كانت معه. شوفي شو كتبوا، بيصير كل هالكذب عينك كنت عينك؟ بيصير؟ شو لوين بنتي؟ ست انجي اجاكي ضيف، قال عندي موعد معك وحابب يشوفك. ما عندي موعد مع حدا، صرفوه خليه يروح. مثل ما بتأمري حضرتك. بس شو اسمه؟ اسمه كينان. ايه ماشي تذكرت، خليه يجي. لو متأخرين شوي وما دخلتني كنت رح أصرخ برا بيعلى صوتي. شو كنت رح تقول؟ إذا بدك بطلع وبصرخ مشان تسمعي. شو في لزوم لتصرخ؟ قول اللي بدك تقوله هون. كنت رح أقول هاي أنجي جوهرة، واللي بيملك هاي الجوهرة ما بيحتاج شي تاني أبدا. بتصيري جوهرتي؟ مستعد تعمل مشاني أي شي؟ إذا بدك جربي. تقدر توقع حي الله بنت؟ قلت لك جربيني. رح جربك بمرتبي، بدي تسرق لي قلبها وخليها تعشقك. أنا بدي إياكي أنت، مو مرت أبوك. إذا بيطلع بإيدك تتعس أبي، رح تسعدني كتير. عفوا فاضية دقيقة؟ تفضلي بيري، خليني أعرفك على كينان. تشرفنا أستاذ. وأنا مبين ما بيشتغلوا غير النسوان الحلوين بهالمبنى.
وانت الصادق ما بيشتغلوا غير النسوان الاذكياء. رح نطلع انا وكنان نتغدى، بتروحي معنا؟ عندي اجتماع ان شاء الله بوقت تاني. ممكن تشوفي هدول؟ حبيت تشوفيهم قبل ابوكي. شو ليش تأخرت مدير؟ قلت ما بدي روح قبل ما اشوفك. عملت منيح، ممكن تعطينا فرصة وبعدين بيجي أصوي. إذا المدير رح ينقلك على محل تاني بهد المحل فوق راسه. إجا مراد على مدار على السجن مشان التقي فيني. السبب؟ سأل عن هاشم آغا، قال شو علاقته هذا بأصوي؟ هذا الزلمي عم يتنصت علينا؟ فيك تقلي شلون عارف اللي بدنا نعمله من قبل؟ معناتها مو بس ماسك مسدسه، عم يدور وعم يسأله وعم يحقق. بين زلمته ممدوح والنورشيين في دم، ما بيقدر يوصل مع هاشم آغا على محل. يا حارس، مدير بدك شي من برا؟ هاشم بعرفه منيح، وهو بيحبني وبيحترمني. حضرة المدير فيك تجمعني فيه؟ إذا بدك منه شيء هو ما بيردك. في بالنص مواضيع تانية وأنا كمان ما كنت بعرفها، إذا بروح باسمك بيكون أحسن. حاكي. وصلت شغلتك لأنقرة؟ أي شغلة؟ قالوا لي بدك تنتقل للمحكمة العليا. تسلم تسلم، شكرا كثير. لنتصل بهاشم آغا ونشوف شو بيكون عم يعمل وإذا هلا باسطنبول. شو يعني وضع خاص سيادة الضابط؟ إذا قلت لك بدك تجيبها بتروح بتجيبها مين من كانت. عفوا سيادتك، هاي إنجي تتر أوغلو، شلون منجيبها؟ منستدعيها وهي بتجي. بتروح بتحط الكلبشة بإيديها وبتجيبها. هاي المخلوقة مثل كل الصحفيين هم يحكوا عن الناس حكي فاضي وينشهروا. ما رح يتركوا حضرتك. شو بدهم يعملوا أكتر؟ عم ينزلوا أخبار عقد الصفحات وبيتهمونا أنه نحن مرتشين. الكلبشة بلاها أستاذي. أنا بتحمل المسؤولية الكاملة، بتنفذوا يلي بأمر فيه وبس. تحت أمرك أستاذي. صبح لهلأ تليفوني ما سكت، الكل عم يتصل. ليلى صدنا مسخرة. بس أنا رح فرجيهم، بدهم يحولونا لتحقيق. شو بدك تفرجيهم؟ هدول قوة المرأة معروفة، رح يبعتوك لجنوب الشرق وأنا على شمال الشرق. منصير منروح نتسلى بالدبكة بالعراس بدل الديسكو، شو رأيك؟ بدكن خدوه بدكن ابتلوه. قلت لي انهم انسرقوا. انسرقوا. وشلون بتصير هيك شغلة؟ انا اللي عم بسألك لإلك عزيزي سلام. جماعة اجوا لعندك لهون تاني يوم الصبح انسرقوا المصاري. بصراحة ما بعرف مين ممكن يعمل هيك شغلة غبية. عزيزي سلام، خلي على الانظمة وعرف لي اسر هاي المصاري، وإلا بتوقع هاي الشغلة براسك وبتروح فيها. بس عرفت اي معلومة رح بلغك فيها سيد اويصال. لو سمحتي قارني هدول باللي على الكمبيوتر عندي.
ماشي استاذ، حاضر. شو فيهم متوافقين؟ عم شوف لك ياهم. منيح. كنان، شو اخبارك؟ مين حضرتك؟ مو انت بتكون ابنه لياشار؟ اي انا. سلم لي كتير على ابوك. مين بيكون ضيفك سيد سلام؟ ما بتعرفه للسيد او وصال كمال؟ هذا من المخابرات. ما بعرفه. خير، في شي مشكلة؟ في حدا سارق مصاري الجماعة هداك اليوم، اللي ما اجوا استثمروا عنا، عم يسأل عنهم. ناس طائع عقلة، ليش رح يقدروا يتصرفوا بالمصاري؟ يا ابني. ابني فيك تقلي ليش ما عم تاخذني لعند حميد؟ امي استني ليجي حميد لهون. ليش لتروحي انتي؟ هذا كمان بيتك. بدك تاخذني لعنده مطرح مو قاعد. ماشي امي، رح اخذك لاتصل فيه. نايا، حكيتي شي مشان حميد؟ كيف صار وضعه هلأ؟ قالوا لي حميد عم ينادي لك. طلعت وجيت. حميد ما بقى يفيد بشي، اجيت على الفاضي. شلون ما بيفيد بشي؟ ايه هني قدروا يقطعوا لك ايدك، بس انا هلا عندك لحط بامرك الف ايد بدل اللي قطعوها. قولوا بيه، هاي المحلات خربتنا، انا رح اخذ بتاري وارجع. انا ما اجيت لهون لاوعدك بالتار، انت رح تقوم وتاخذ بتارك بذات نفسك. بس أنا بوعدك يا حميد، بعد هاي المرحلة رح حط بأمرك جيش كامل. بس قوم على رجلي رح يشوفوا. قلت لي عبد الحي إنه أخوك بالدم، ما تركتنا نعمل له اللازم. شوف شوف شو عمل فيك. عبد الحي كان أخي بالدم، من سفك دمنا الأخوة اللي كانت بيناتنا انتهت. أي ادعاء حضرة الضابط؟ أمر من الأستاذ المدعي، ما بيطلع بالإيد شي. شو في مدام إنجي؟ مستدعيني الادعاء لتقديم إفادة. أنا اتصلت بمدير الادعاء هلأ بيحكي معي، وهو وعدني يهتم بهالشي. شو فينا نضيف حضرات الشرطة يا ترى؟ شكرا. ما كان ناقصنا غير إنجي تتر أغلو. ليش؟ إنجي تتر أغلو وأمثالة عندهم حصانة يا ترى ولا شو؟ ما حدا عنده حصانة يا ليلى منوب، بس القضاة والمدعين بالمقابل ما عندهم صلاحية ليتصرفوا بمزاجهم. سيادة المدير، لو نشروا خبر عنك أو عن مرتك أو عن ابنك بنفس الجريدة شو بتعمل؟ أنا ما بسيء استخدام وظيفتي بأي وقت وشو ما صار معي. أنا ما عم سيء استخدام وظيفتي، بس عم بستخدمها بأقصى حدودها. مثل ما الصحفيين بيدعموا بعضهم بالظروف الصعبة، لازم القضاة والمدعين يوقفوا مع بعضهم. هاي بالنسبة إلي قضية شرف.